أعتقد أن افتتاح طريق كباش أمر مثير جدا للاهتمام ويشدد على أهمية مصر لبقية العالم. فنحن نتكلم عن هذه الاحتفالات التي تحدث حاليا ولا سيما مع مواجهة العالم فيروس كورونا وعدم تمكن الناس السفر، بالتالي هناك تحفيزا لزيارة مصر ورؤية هذه الحفريات الجديدة. فضلا عن ذلك الاحتفال هذه بالإضافة إلى المواكب من معبد الكرنك إلى الأقصر يركز كثيرا على أهمية هذه المواكب للمصريين القدامى. فلهذه الحضارة القديمة كانت هذه الطريق التي تسمح للناس بالتعامل مع الآلهة، وخلال هذه المواكب مثل عيد الأوبات وغيره الذي كان يتم التعامل مع الآلهة والاحتفال بهم، وكان يمكن للناس أن ينظروا إلى مواكب ومراكب الآلهة والتفاعل معهم. وبإمكاننا أن نفهم أيضا أن في بعض الأحيان خلال هذه المواكب كان ممكن أيضا للناس أن يطرحوا أسئلة على الآلهة. يجب ألا ننسى أن هذا لا يحصل أيضا في البر الشرقي ولكن أيضا في الجانب الشرقي، بالتالي هناك الكثير من المحاور الأهمية لهذه المواكب في المدن المصرية وهذه المعالم الأثرية، وهي أساسية وهمة جدا لهذه الحضارة. وإعادة خلق هذا المعبد من خلال هذا الافتتاح لطريق الكباش مهم جدا لنظهر للناس كيف هذا الجانب من الاحتفالات المصرية كانت في السابق. مؤرخ بسام، يعني هذا المتحف العالمي المفتوح كيف برأيك سينعكس على إظهار هذه الحضارة ومكوناتها للعالم؟ يعني البعض يقول إنه مدينة الأقصر وهي الأقدم ربما في التاريخ مع هذا الافتتاح ستغير خارطة السياحة العالمية إن صح التعبير. وانا بعتقد ان اللي بيحصل النهارده دوت هيعمل عمليه بعث، يعني وكان في فيضان النيل عندما كان ياتي الطمي مع الفيضان كان المصر القديم بيبتهج وبيحتفل بان هذا الطمي سوف يخص بالارض والخضره والزراعه سوف تنمو بعد هذا، وكان هذا ما يحدث في الاقصر الان رمزيا بان الاقصر 99% من الناس اللي عايشين في الأقصر إذا لم يكن أكتر يعني في اعتماد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على السياحة وسياحة الآثار بالذات اللي احنا بنطلق عليها في مصر السياحة الثقافية والسفن العائمة والفنادق العائمة وكذا. أيضا ده ممكن يفتح بوابات أكثر لأفكار جديدة، يعني فكرة مثلا سياحة المواكب دي فكرة مثلا أنا اقترحتها يوم 3 إبريل ودكتور من بريستل مشكورا ذكر الموكب بتاع المومياوات بتاع متحف الحضارة. يوميها أنا فاكر أنا قلت لهم إحنا مش عايزين 3 إبريل تنتهي في 3 إبريل، إحنا عايزين 3 إبريل تاني كتير، وبالتالي نعمل أجندة، الأجندة دي تصدر للعالم كله، نتكلم مثلا عن 2022 إن شاء الله ونقول لهم عندنا 10 احتفالات هنحاكيها كما يحدث في مصر القديمة، وبالتالي نستطيع ان احنا نسوق سياحيا مش بقى الأقصر بس، لا الأقصر والمدن الاخرى اللي في مصر اللي كان فيها هذه الاعياد. هذه الاعياد مكتوبة، هذه الاعياد معروفة ايه الخطوات بتاعتها. ايضا نستطيع ان احنا نستخدم التكنولوجيا كما ترون الان من استخدام